السلامة ومرحبا بكم متابعي قناة الجنوبية في برنامج قضيتنا في قفتنا. أنا اليوم جيت لسوق سيدي صالح، سوق الجمعة. هو ما شاء الله هو الظاهر اللي هو سوق كبير وخلينا نعملوا دورتنا اليوم هكا في عقلنا ونشوفوا خضرتنا وغلتنا وجونا وكل شيء، وانتم هاكم بتبيعاتكم ديما معايا. يلا معايا. السلام عليكم. الامور مش هي الامور تعبه على الاخر. من ناحيه تعبه؟ من ناحيه فهمتني الدنيا مش وداير والفلوس ما ذميش والعباد بطاله والعباد يعلم بها ربي. انت تبيع في البرقدان، قداش البرقدان؟ البرقدان هذا على 18 وهذاك على 2000 فرنك بالله. وقت تشوف القارص فهمتني الاصفر ب 15% فهمتني، اللي كان قبل ناخذ فيه دينار وناخذ فيه 800 فرنك. شوفي تو وصل وما فماش بيوع ما فماش ماش السوق. تجي العباد فهمتني تقيم وتدفع المكس وتزرعها وتروح. هذاك انت هذاك العباد شوي شوي قاعده تقضي شوي. الامور مش هي مش ماشيه. قل لي تبيع في المعون حاجه؟ تبيع في المعون. هذا معون مستعمل؟ مستعمل نشرو نمشي ونشرو. وين قلب الكراع؟ ونجيبوا لها قالوا نروحوا به للبيت نغسلوه ومن بعد نزيدوا نجيبوه بالكراء ونروحوا بالكراء. قاعده تخدم على روح؟ قاعده نخدم على روحي. ما ريتك تتعارك انت وراجل كبير نرفزك؟ لا ما نرفزنيش. قال لي يا ضرب عليا، قال لي يا ذيك قد اعطيها لي 3000. قلت له ضرب عليا. قلت له زعما شخليها لك قال ب 5000. كي شفتك راجل كبير خليتها لك ب 4000. انت عملت له سوء؟ نعمل سوء. وهو يحب يزيد يطيح؟ يزيد يطيح. قلت له برا برا هكا هاو فك علي هكا هاو هاي ان شاء الله نهارك زين. عزيمة حاش شنو حوالك؟ الحمد لله. شنو يكون تقضي انت؟ ايه احكي لي شنو قضيت وشنو ولا سويم وبهين ليه سويم نار في كل شيء؟ كل شيء حاجتك. وشنو قضيت انت اليوم؟ مش عندي قضيت شويه سفنير وحاجتك هيك وبر دبرت ملا دبرت شقه الفتره اليوم ان شاء الله. شنو بجي طيب اليوم؟ انا مازلنا ما بطبيع شويه شوربه هكا صحه وبشفاء. عايش كيشفيك وهنيك يا والدي. عايش عسلامة. عملت لك اقتحام انا. تفضل اختي مرحبا بك. اعطيني الاسواق. هاي تعمل نحول الدقله. اي الدقله ب 4000 عندنا ب 4000. اي اللي فراك وعندنا ب 6000 اختي. باه هاو اسمها باهي. صلي على النبي محمد ان شاء الله ديما لاباس. تونس لاباس غير تختها العباد الاخرى هكاو. امين. والقارص قداه؟ قارص 1300 4 سيزون اختي. اي وعندك غاديكا؟ القارص العربي ب 800. اي عندنا كرافس وبعد نوصل 4000. عندنا قراء ب 2000. عندنا سترونات تاع الفاميلي تقد لي في الفاميلي. هذيك التلفزه ديما؟ هذيك هي اللي ورا فيها في التلفزه ديما. اختي الغالي شنو هو اخر نسال انا؟ هاكا قداش سترونات؟ السترونات عندنا ب 1500 وكبيره ب 2000 والصغيره بدينا. هذه القفل تحكي عليها؟ اي هذيك هي. شنو احوالك؟ والله الحمد لله. والله الناس كلها تحبك برجولي انت. اي عايشك وانا نحبك زاد. يرحم والديك. والله الناس كلها يحبوك. انا جنان بطبيعتي انا. اي كان عندكم شكون نخدم له الجرد انا نتبرع نخدم له بذراعي بس مش مشكل. عنده جنان نظف غير نظف غير. عاد هو كي يبدا زوالي يبدا عنده جرده مسكينه. لا الله اعلم بعد ربي يعطيك الصحه. عاشوقك الغالي يرحم والديك. يا ربي عايشك. والله الناس كلها تحبك انت. عايشك. خاطر انت ياسة تاع الباهي بالحق والله رسمي والله ربي يفضلك ويخليك. جاني تو نخلطوا للجزء المهم.
اللي هو العركه اللي ما بيني وبينك. نقسموا الاجر بينك وبيني وبين الناس الخير. هاو ودي ربي يستر. ما يسالش، نعطيك حويجه ما يسالش. ما يسالش انا نقسموا عايش. ربي يفضلك ويخليك. ما حلينا هنا مع بعضنا هكايا، حاجه حلوه برشا. شويه 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 الناس الكل تهز مع بعضها، ما حليها هكايا. يعطيك الصحه. ما حبيتش نبيعها كي شفتك انت، نحب نعطيها صدقه تو. يعطيك الصحه وبارك الله فيك. ان شاء الله توصل لبلاصتها. عايشك 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 ان شاء الله، اجرك حاسن. عايشك خويا الغالي، ربي يفضلك. الطماطم والفلفل. اسلام شبيك تطفي عرور انت من بعيد؟ جبت بيعتنا عرور. صيح وتعيط وعملتهم الكل. قل شنو تبيع؟ عندنا في جل سبناخ معدنوس قراص سفناريا. عطيني الاسوان. 3 كيلو سفناريا ب 2000، سبناخ كيلو ب 1500، 4 حشيش بدينار. باهي. شعبيتك كبيرة يقولي. مرحبا بك. عاملين فيك الأولاد. مرحبا بك. عطيني خناخو من عندك. شنو؟ عطيني معدنوس، عطيني سلق. سبناخ ناخو؟ إي ناخو. باهي حديد سبناخ. زوزة؟ عطيني كيلو، عطيني. وعطيني قراعة، وعطيني. أوكي، لحظة بركة. السلام عليكم. يرحم والديك. شنو احوالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. وشنو احوال الحوت؟ الحوت سبابا ما عندوش احوال، تلعب على الاخر الحوت. يظل انت الحوت الوحيد اللي هون. اي اي صعيب، ما فماش الحوت. الحوت ما فماش، ردينا بثمانيه الاف. شكون باش نكلموا عليه؟ شكون باش نحكيوا عليه؟ والعباد قاعده تشريه؟ وين يشريه والعباد غير مساكن هكا تشوف تو من 4000 شاري ب 3000 بيع فيه ب 3000. المهم يتباع وكاع. اعطيني نروح، ندمت وانقذني نتوب اليوم. ريت وفي رمضان نرتاح وكاع. والحوت ما فماش في المرشي، في اللابارات ما فماش، الهباطه مطلعين في الاسواق، العباد ما عندهاش فلوس. ليش كون باش نبيع؟ علاش نخدموا خايتي؟ اي فوالا. علاش نخدم؟ معناتها تهبط شويه حوت، الثمن كان بيصير. نبيع فيه براس مالي. اي والحوت ما فماش. حوت ب 3000 ما فماش. فماش ردينا ب 8000. البارح انا نعمل في دوره في البحر في عومتي تسمى نسكن غاديك. لا في دوره 7800 سرين عملتها كي دخ. في بالي حاجه اخرى انا. اي اليوم هبطنا جبنا شويه شهور وقت تشوف ب 4000 ما حبش تبيع حتى تشوف 3000. غالي غالي، قليل مسكين والله، قليل مسكين. انا حسيت اليوم المرشي. لا والله لا لا غالي، الفلفل غالي، فلفل والطماطم غاليين غاليين برشا. ياسر 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 بصراحه. انا جينا ويني تونس كامله؟ ويني الراجل هذا يبيع بلاش؟ هاي يجي بلاش. اعطيني قناريه. هاي قناريه. قداش القناريه؟ قناريه دينار و200 برك. دينار قلعويه. خمسه زرباع. وين نعبيك؟ حط لي لهنا. هاي تفضل.
باهي اجا والله سلعه ما باهي اجا نقسموا لاجرينا وهيك نخلصوا شويه شويه. مثال شويه عايش بارك الله فيك يعطيك الصحه. يعطيك الصحة، قداش هذو ماي؟ ما يسالش خليني نقسموه لاجر إيجا، إيجا خلينا ربي يفضلك، يعطيك الصحة خويا الغالي، عايشك. على حد سلام سلام لاباس شوي عرفني بالشكي والبكي هذه هكا تشوف باللي ما عادش تسمع لي يا اخو كيلو دجاج بالله انتم تبيعوا في الدجاج الحي نبيعوا في الدجاج الحي الكيلو ب 6500 اي وما فماش بيوت ما فماش هكا تشوف في الدجاج ولا عبيد ما فماش تقول انت ياخذوا انا واحلى سوق الجمعه واحلى ناس خويا تقول انت العبيد ياخذوا في الحوت والحم زعما صح ليه وين الحم نخلته ما خلط لك ما خلطنيش على الدجاج باش نخلته على الحم وباش نخلته ما نعرف شنايا يا دي مخك يقف قسما بالله يا دي ما الشعب سيء صح وعلاش العبيد تخير تاخذ الدجاج هكا حيه وانت تذبح لها في وقتها وما ما عنديش العبيد تو انت تمشي للمزرعه ب 8000 الكيلو 9000 باش تشريه انت بخذ الدجاج ما نعرفش انا بقد ايه ب 5000 عاد تاخذ دجاجه ب 14 دينار 15 دينار وقدامك حاضر تبدا كبيرة وباهية وتجازي عائلة كاملة مسكينة عسلامة شنو أحوالك؟ رفيق تعيط لي من بعيد نعيط لك باش نشدي على رحمة الوالدين ربي يفضلك ويخليك على رحمة الشيخ الله يرحمه وينعمه وقول لي ان شاء الله ربي يفضل لي صابرين نورت عيني إيه ربي يفضل لك صابرين نورت عينك استناني استنى استنى لحظه برك حط هاي ايش نتعاركوا في عقلنا انا وياك ايوه مخلصوا انا لا ولا لا الاخر انت عطيته هذا ينخلصوا انا هاي حلوه الفاز هذا قداش نعطيك؟ اعطيه 2000 برك الاخرين ما عندي انا باه هاي شيء طيب اي هاكا هاكا ما حلينا تفضل هاكا سمير الاخرين ما تخلص فيهم انا هاي قال لك ليه يا ولدي ايش خلصك قال لك ليه ايش هيا سيدي على السلامة وعليكم السلام شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس عليك؟ الحمد لله أو عندك سي البنان عندي برشا مريتوش سيدنا ربي سيدنا ربي سيدنا ربي ونحن عبيده توجد البنان الحمد لله قد إيه؟ الحمد لله 12000 البنان 12000 البنان 12000 البنان ما فماش منها حكيت ب 5000 في رمضان البنان ب 5000 وين جيت هذه ب 5000 نحن ناخذوا فيه تحت الحياة نحن وين البنان؟ ما فهميش والله فهميش. أول مرة أنا سمير وناخذوا فيه هكاك نبيعوا فيه باش نبيعوا طرف تفيح وبرقدي صدقني قداش من مرشي درت ولا لا فما مربوح منه جملة قسما بالله البنان يفسدوا لك ساعة تسخن الكعبة تفسد في ساعة تفسد البنان يلزمك تبيعها خير من نبيعها ربي فضلك ولا صلي عني بيه عايشك ربي فضلك وليكم انتم اللي وصلتوها اخويا يرحم والديكم وربي يبارك ما فماش ما غير ما نصور ما يتعدى شيء انا ما غير ما نصور اللي يعمل الخير يلزمني نصور وين
هاي بهيجي شي 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 مساء والله والله عيش المساء نعطيك شوي باش الاجر هاكا نقسموا الناس الكل لاخر خاطر عمل فيا وما خلانيش اخلى الجنب ولا مريق ريتهم كيف عاملين فيا نعطيك الصحة عايش خوي خل نعطيك شوية أنا قداش نعطيك شوية فلوس إن شاء الله رمضانكم مبروك لهنا ما فيه وما يتفصل الجماعة إن شاء الله رمضانكم مبروك عايشك خويا الغالي عايش. ربي يفضلك عسلامة مدام مرحبا بي شنو حوالك الحمد لله لاباس عايشك ربي يفضلك عايش نحن برنامج قضيتنا في قفتنا بعد ما قضينا قضيتنا وأهل الخير ما شاء الله أعطاو بالقدا الحمد لله الحمد لله التونسي للتونسي ان شاء الله ديما رحمه الحمد لله سالت هكا تنتست ودرت في حواري قالوا لي المراه هذيا بالحق تستحق حبيت انا علاش على ذاك انا عيط لك باش نعطيك هالقضايا ان شاء الله تاكلها انت انت عندك صغيرات اي ان شاء الله تاكلها انت وصغيراتك بالصحه عايش انت تخدم مدام لا في الدار في الدار وقالوا لي عندك صغير مريض اي لطف عليه ان شاء الله لاباس عايشك 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 يرحم والديكم وعايشك عايش الجنوبية وربي يكثر خير أهل الخير آمين آمين أهل الخير هما اللي عطاوا واللي عاونوا واللي نحن وسيلة لهنا توفى حلقتنا مشاهدينا من سوق الجمعة سيدي صالح أنا فرحانة برشا اللي قضايتنا وصلت بالحق للي يستحقها وكهو أنا ما بقى لي كمش نقول لكم نتقابلوا غدوة إن شاء الله على نفس الموعد وشهية طيبة.